أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الاتفاق على تعزيز التعاون الصحي والطبي المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصا في النظم المطبقة في إدارة النظام الصحي، وذلك بمناسبة زيارة رئيس هيئة صحة دبي معالي السيد حميد محمد القطامي للمملكة والوفد المرافق. وترأس رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد صالح وزيرة الصحة الاجتماع الذي عقد مع معالي السيد حميد بن محمد القطامي وضم قيادات هيئة الصحة بدبي وكبار المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة في مملكة البحرين. استعرض الجانب الصحي البحريني مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية وفي مقدمتها الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين 2016-2025 التي ترتكز على عدة محاور، منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة، مؤكدين في هذا الإطار خطوات ملموسة في طريق تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي الذي يهدف إلى بناء نظام صحي متميز. من جانبه أكد معالي السيد حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن إمكانيات الهيئة وتجاربها الناجحة في خدمة المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين وسوف تكون متاحة لتعزيز توجيهات المجلس وأهدافه. وتم الاتفاق للتنسيق بين الجهتين للاستفادة من خبرات حكومة دبي في الضمان الصحي والمجالات الصحية والطبية الأخرى بما يعود بنفع على البلدين الشقيقين. هذه مهم جدا الحقيقه، احنا نتواصل بيننا وبين السعوديه وبين دوله الامارات خصوصا دبي وابو ظبي، لان الحقيقه ان اعتبار الخبرات يجنب الواحد كثير من الاخطاء اللي ممكن يقع فيها، وبعدين يعني هذه تثري التجربه من للجميع، ان الواحد يعرض اللي عنده والثاني يعرض اللي عنده، تشوف ايش ميزات اللي عند عندنا وايش ميزات اللي عنده، في النهايه الواحد يوصل الى يعني نوع من منظومه تكون مور يعني اكفى وفي نفس الوقت إن شاء الله متجانسة مع الجيران. طبعاً الزيارة خاصة مع دول من دول مجلس التعاون، وهذا اليوم نحن نلتقي مع هيئة الصحة بدبي لتبادل التجارب والخبرات، وخاصة إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة بدأت في مشروع الضمان الصحي وحققت الكثير منه، وكان هناك في زيارات سابقة وفي تطورات حصلت بالنسبة إلى تجربة دبي، وأيضا حبينا أن نكون في البحرين أن تتشارك إمارة دبي في التجربة الموجودة في البحرين وتبادل الآراء فيها، خاصة أن احنا ما زلنا في تطوير هذا المشروع، وبالتأكيد بيكون الفائدة أو العائد ليس فقط لمملكة البحرين ولكن للمنطقة، خاصة إذا توحدت الرؤى والجهود بين كافة دول المنطقة. ونحن نأمل من هذا اللقاء الكثير أن احنا نستطيع أن نحقق من خلال هذه الزيارة وزيارات أخرى مستقبلية إن شاء الله. الحقيقة سعيدين اليوم بزيارة مملكة البحرين والالتقاء مع الشيخ محمد ووزيرة الصحة وأيضا فرق العمل في القطاع الصحي بمملكة البحرين، وذلك من أجل تبادل الخبرات والتجارب في الموضوعات اللي لها علاقة بتطوير الأنظمة الصحية بين دولة الإمارات في بين مدينة دبي وأيضا مملكة البحرين. هناك كثير من المشروعات المتبادلة اللي نحن نعتقد اليوم في مس الحاجة إلى تحسينها عشان تلمس المواطنين، ومن ضمنها التأمين الصحي. فأعتقد أن احنا عندنا تجربة جيدة في دبي فيما يتعلق بالتأمين الصحي، وهناك أيضا خطة طموحة في مملكة البحرين لتطبيق منظومة الصحي منظومة التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة. فالحقيقة تبادل الخبرات والتجارب واستعراضها وشوف أيضا النجاحات والتحديات اللي يعني في عملية تطبيق هذا المشروع، نعتقد نحن في أمس الحاجة إلى 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 هذه النوعية من هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات بين القطاع الصحي بمملكة البحرين ودولة الإمارات.